فنية حقيقية ظهرت في تاريخ الموسيقى العربية والعالمية مرة واحدة في هذا العصر. أكبر الفنانين اللي عملوا أكبر إيرادات في تاريخ السينما المصرية، أكبر المطربين اللي قدروا يحققوا ويعملوا أغاني، وأصبح كل واحد يحكي مع أغنية من أغاني. تامر حسني بالدراسات والإحصاءات الرقمية هو أول فنان في العالم يغني ويمثل ويكتب ويلحن أغانيه ويألف قصة أفلامه وينتج كمان ويحقق بيهم كلهم أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية. نجم الجيل أو أسطورة القرن أو سميه زي ما تحب، لأن تامر حسني نجم حقيقي ليه وجود وبصمته في الغنى المصري معروف. صوته بيعبر عننا كلنا، بيعبر عن الشباب بشكل كبير، وبيعبر عننا عن كل الأجيال. وجهة فعلا وجهة مصر الفنية. بشوف الفن المصري هناك، ترى تامر حسني في لوس أنجلوس، ترى تامر حسني في سوريا، ترى تامر حسني في فرنسا. قدرته على التواجد في الحفلات الضخمة زي ما حضرتكم شايفين، تامر في كل مكان يذهب له تكريم كبير وحفاوة كبيرة لهذا النجم العظيم. مصمم جدا على انه يتمسك بخطه في اعتلاء القمه وفي النجاح وفي الحفاظ على القمه. اي حته بنسافر فيها بشوف الناس بتحبه ازاي، ببقى فرحان وفخور بكل اللي نجح هو بيحققه. انا فخور جدا يا بلدي والله العظيم، مشرفنا بره مصر وجواها ودايما في نجاح. جمهور تامر حسني اعظم جمهور في الوطن العربي. نجم الجيل نطلع بقى خنقتنا. ايوه اسمعت سؤال سافر بيها قوي الشباب المستقبل جاهزين. لا اسمع جاهزين. اقول لك انا اول مره اقوله. حلاوه دي ثواني ثواني. اولني كلام اول مره اقوله. لا انا انزل بقى. اول مره اقوله ما بقتش انام.